هي حلم سري لآلاف الرجال حول العالم، في ملامحها سوف تبصرون خلاصة لكل الجمال الإيطالي. تصدرت قوائم أجمل النساء في العالم، وتم الاعتراف بها على هذا النحو لعقود متتالية. تجسد المثل القائل بأن المرأة يمكن أن تكون رائعة حتى بعد سن 50. وإذا كنتم تظنون أن جمالها يأتي نتيجة لعمليات التجميل، فما عليكم إلا النظر إلى بعض صورها حين كانت طفلة. يتذكر والدها سنواتها الأولى ويقول إن ابنته كانت جميلة للغاية، لدرجة أن الطاهي في أحد المطاعم رفض ذات مرة أخذ ثمن الطعام منهم لشدة سحره بجمال هذه الطفلة، مع أنها تتمتع بكل الحق بلقب أجمل امرأة في العالم، لكنها ليست جميلة فحسب، بل هي ممثلة من الطراز الأول. إنها مونيكا بيلوتشي. ولدت مونيكا في 30 من سبتمبر عام 1964 في قرية تشيتا دي كاستيلو في إيطاليا. اسمها الحقيقي مونيكا أنا ماريا بيلوتشي. هي الابنة الوحيدة لبرونيلا بريغانت وباسكويلي بيلوتشي. خلال سنوات دراستها عملت مونيكا نادلة في أحد المطاعم لدعم والديها بالنفقات، ولاحقاً نصحها أحد الأصدقاء بتجربة عرض الأزياء بدلاً من ذلك. من المؤكد أنها ما زالت حتى اليوم ممتنة لذلك الصديق الذي ساعدها على فتح صفحة جديدة في حياتها. بعد المدرسة الثانوية تسجلت مونيكا في كلية الحقوق في جامعة بيروجيا، وعام 1988 انتقلت إلى أحد مراكز الأزياء في ميلانو، وانضمت إلى شركة إليت موديل مانجمنت، كما عملت أيضاً لصالح دولتشين غابانا وفرانشيل. في بداية التسعينيات لعبت أدواراً صغيرة في عدد من الأفلام، منها فيتا كوفي، بالرافل، أوستيناتو ديستينو، لكن تغير كل شيء حين رأى المخرج فرانسيس فورد كوبولا صورة لها. أرسل بطلبها لتشارك في فيلمه برام ستوكرز دراكولا الذي عرض عام 1992. كان دورها صغيراً وصامتاً، لكنه شكل لحظة مصيرية بالنسبة لها. ففي هذا الفيلم وجدت مونيكا طريقها وأدركت أن التمثيل هو شغفها. هنا قررت ترك دراسة الحقوق وبشرت في تلقي دروس التمثيل. عاشت حينها وقتاً عصيباً، فجميع أصدقائها كانوا قد تخرجوا من الجامعة، ولم تكن تعرف ماذا ستفعل بحياتها وإذا كان مستقبلها في التمثيل. تقول مونيكا عن ذلك: شعرت بأنني محظوظة حقاً لأن الأفلام نجحت معي. عليك أن تكون على استعداد لقبول ما يحدث، فأحياناً تقرر شيئاً ما ويأتي شيء آخر، وهذا ما حدث لي. أطلت عام 1995 في فيلم جوزيف بدور زوجة الفرعون. تألقت بعدها في عشرات الأفلام، من بينها The Matrix Revolutions، مالينا، Memory، سبكتر، إضافة إلى دورها في فيلم The Passion of the Christ للمخرج ميل جيبسون. لكن مشاركتها في الفيلم الفرنسي The Apartment عام 1996 شكلت أول عبور لها نحو النجومية، حين رشح اسمها لجائزة سيزار أوردز في فرنسا، وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها اسمها ضمن قائمة ترشيحات الجوائز. لم يقتصر هذا الفيلم على نجاح مهني، بل امتد تأثيره نحو حياتها العاطفية. ففي The Apartment قابلت مونيكا الممثل الفرنسي فانسون كاسيل الذي تزوجت منه عام 1999، ورزقت منه بطفلتين ديفا وليوني. لكن مهلاً لم يكن الأمر بهذه السهولة، فالعلاقة بدأت بشكل سيء حين اعترض كاسيل على اختيار عارضة أزياء إيطالية للدور في ظل وجود عدد كبير من الممثلات الفرنسيات. وهنا تساءلت مونيكا بغضب: من يظن نفسه؟ لكن الحب كان يتربص بهما ويرسم الملامح الأولى لقصة حب فرنسية إيطالية. المفارقة أنهما عاشا في شقتين منفصلتين حتى عندما كانا متزوجين. وتقول مونيكا إن ذلك كان بهدف تجنب روتين الزواج، لكن الأمر لم ينجح وتطلقا عام 2013، مع الإشارة إلى أن الزواج الأول لمونيكا كان من مصور الأزياء كلاوديو كارلوس باسو
الذي وعدته لمدة عام، ثم تزوجا في 3 يناير عام 1990. وللأسف أيضاً لم يدم هذا الزواج أكثر من 4 أشهر. قيل الكثير عن جمال مونيكا بيلوتشي، لكنها تعتبر أن الأمر لا يتعلق بالجمال البيولوجي بل بنوع آخر من الجمال، وتقول يتعلق الأمر بالأنوثة التي تظهر على وجهك وجسمك. أعتقد أن الوقوف تحت الأضواء هو مسؤولية كبيرة، يمكنه أن يمنحك الكثير، كذلك يمكنه أن يدمرك، وبالفعل ذلك يعتمد على كيفية استخدامه.